رزاق شعور جميل واحساس كبير. ثالث لقب على التوالي مع الشرطه، وانت بهذا العمر بعدك شاب، ثلاث القاب عندك مع الشرطه، مبروك عليك حبيبي. حمودي حبيبي شكرا لك وشكرا لقناه يو تي في. الحمد لله والشكر، مثل ما تعرف اللاعبين كلهم ما قصروا والكادر التدريبي اكيد طال النقاط على الحروف. مبروك لهم ومبروك للجماهير العزيزه ومبروك للكادر الاداري وعلينا بالقادم، وان شاء الله ان شاء الله كل موسم احنا ننافس على لقب الدوري والكاس. ومثل ما تعرف هذا فريق الشرطه فريق بطل، كل سنه ننافس لازم، والحمد لله والشكر هاي السنه كل المنافسه الاخر ونقول اخر مباراه قدرنا نحقق شيء، والاهم هو لقب الدوري وان شاء الله القادم افضل. اول شيء الحمد لله والشكر على كل حال، مبروك لجماهير القيثاره، مبروك للاعبين الكادر التدريبي، الحمد لله والشكر. نقيب ثلاثة دوري، نقيب وهاتريك حلوة، وإن شاء الله الكاس حيل الله. طبعا هذا الفريق صراحة يستحق، قدم كل ما عندنا هذا الموسم. اللي عنده ايش فريق وايش لاعبين بصراحة ترفع لهم القبعة، يعني لاعبين كلهم على مستوى عالي، التزام، أخلاق، لاعبين يعني بصراحة الموسم كان استثنائي. بالضبط استثنائي في كل شيء. طبعا ما أقدر أحكي من الفرحة صراحة، أنا جدا سعيد، جدا فخور أن أنتمي لهذا النادي اللي داعم في كل شيء، ماديا، معنويا، نفسيا، وهذا الجمهور بصراحة اللي يستحق، يعني ما نعرف شلون نشكرهم. ان شاء الله نتوجهم بلقب ثاني ان شاء الله بطوله الكاس. طمنا على اصابتك. والله ان شاء الله شيء بسيط، تعرف انت كل ثلاث مباريات جهد عضلي بسيط، ان شاء الله انه يعني ماكو شيء يدعي للقلق، ان شاء الله خلال المباراه القادمه ان شاء الله كنتم متواجدين.